فير بلاي. السلام عليكم من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة الجولة 20 للبطولة بأكثر تفاصيل فنية مع المحلل الفني سليمونجي بن إبراهيم. سليمونجي أهلا بك. مرحبا بك خويا إسلام ومرحبا بالمستمعين إكسبريس أفهم. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ ونعمة بالله الحمد لله. لله. شكرا لك سليمونجي على تدخلك معنا، وحبيت ناخذ من عندك كلمة على الجولة قبل ما ندخلوا في أكثر تفاصيل على المقابلة. وكلمة الجولة هذه كانت إيجابية للنادي الإفريقي، كما قلنا احنا الأسبوع الماضي اللي النادي الإفريقي يلزمه يبني على التعادل متاع النادي الصفاقسي بعد المردود، وشورتو لقى قدامه حارس مرمى ممتاز وممتاز جدا اللي هو أيمن دحمان، خلات اللي النادي الإفريقي اليوم عرف كيفاش يتعامل مع المباراة هذه اللي ما يلزموش يخسرها ويلقى روحه أكتر بوان بارابور على سي بي اللي يتعادل بظروف صعبة رغم وجود مدرب كفء اللي هو سامي القفري. بيه خلينا نبدأ مقابلة التوال والاتحاد تطاوين. ظهر النجم بوجه جديد شفناه مع الأسعد الدريدي، تواصل نتائج الإيجابية بعد الفوز في الكلاسيكو على الاسبيرانس، ملاعبية جدد الفكتيف أيضا وقاعة تدعيمه الطيب مزياني، شفناه البارح ماتش متاعه، ظهر لي ثلاثية أهدى بها الفوز الفريق. اليوم يندموا اللي كانوا شادين ماسكين بالنادي الافريقي بالظروف اللي معناها مزياني كان موجود في معناها في كان عنده امكانيه نجم يمشي للنادي الافريقي. دونك مزياني في ترجي كان نعم مزياني اللي كان في ترجي. طيب مزياني اي في ترجي كانت فرصه زال باش يمشي للنادي الافريقي، معناها كان حب هو يا اخي الاسعد الدريدي يعرف كيفاش يتعامل ويعرف الملاعب هذايا، يلقى روحه اليوم مزياني يلقى ظروف خارق العاده اللي انت تلقى اليوم فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي منقوص من 13 لاعب ماهيش موجوده في حتى بلاد يمكن حتى في اوروبا مش موجوده، وتلقى نفس الاداء انا برشا ناس ممكن ما ينجمش يسمي لك حتى اربع ملاعبيه لعبوا البارح مع النجم الرياضي الساحلي في مباراه ضد فريق اللي فاز على النادي الساقسي في الساقس اللي هو اتحاد تطاوين. دونك الشكر الخطوي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا، لكن النجم الرياضي الساحلي عرف كيفاش يتعامل ويلقى راه هداف كما المزياني مزيان يسجل ثلاثه في المونجي. خسرته في المونجي خسرته الترجي مزياني ولا ما عندوش بلاصه في الافكتيف كما بتاع الترجي؟ يلزمنا نعرفوا حاجه. شو المره الاخرى انا نحكي مع واحد صاحبي وقت اللي قال لي انا استغربت وقت اللي عندي قلت جوفيتش ماهوش ملاعبي اللي مستحقته ريال مدريد، وشفنا اللي شنو اللي صار ثم راهو جوارات راهو ما يتمشاوش مع طريقه تكتيكيه في فريق ما نجم ينجح في فريق اخر، وشفناها برشا. شوف اجوان نتاع نابولي، شوف اجوان نتاع اليوم الارجنتيني. دونك هذه هي الحاجه اللي راهو بعض ساعات الفريق يلزمو ياخذ لاعب لان في الطريقه التكتيكيه نتاعو والتعامل مع اللاعب هذا يكون في مصلحه اللاعب. ما تنجمش تجيب اليوم مدافع ايمن وتحط مدافع ايسر، معناها ومزيان لقى الضوابط والامكانيات نتاعو لقاها تنجم تتماشى مع فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي، وهذا يشكر عليه الاسعد الدريدي لانه يعرف كيفاش يتعامل ويتعاقدوا مع الملاعب هذايا. به تراجب فضل محمد علي برمضان وين يوحل ظهر الفريق رغم اللي ماهوش مركزه متقدم برشا برمضان، لكن وين يوحل الفريق تقريبا في ثلاثه مقابلات مع بن قردين صارت نفس الحاجه مع سي ابي كيف كيف، والبارح مع مستقبل الرجيش هدف ممتاز جدا بن رمضان اهدى ثلاثه نقاط جديده للترجي. انا خويا اسلام دفعت برشا على الملاعب هذايا كي شفنا الناس اللي محيطين به رزمه بوه سمع كلامي وعرف كيفاش يتعامل مع الملف هذايا، لان اللاعب الناس الكل اللي يبداو هاو باش تمشي لفرنسا هاو باش تمشي لسويسرا هاو باش تمشي لالمانيا، معناها الناس اللي مصلحتهم هما الخاصه ما عرفوش اللي محمد علي برمضان ينجم يكون فريمون ان اتو امبورتون للترجي الرياضي التونسي، والحمد لله الترجي الرياضي التونسي فاقوا اللي كانوا باش يعملوا غلطه كبيره برشا، على علم وانا محمد علي برمضان اللي هو البوست نتاعو كان نيميرو 10 راه مش كان نيميرو ميليو ديفونسيف، راه هذاك علاش يلقى سهولات برشا في اللي 30 ديرني متر باش يسجل اهداف اكسبسيونيل، لان اللاعب هذايا الى تو بور ريوسير، والحمد لله يا ربي الترجي عرفت كيفاش تعامل مع الملف هذايا وشافوا له الوضع نتاعو سورتو او نيفو كونتراكتويل،
والملاعب هذايا قاعد يجاوب في الناس هذوما معناها في الناس اللي حبوا يستغلوه اكثر من اللي في مصلحته. والحمد لله وشفنا برشا ملاعبيه اليوم. ثم ملاعبي مثلا هذاك محمد أميم بن محمد بن محمد اللي هزوه يلعب. معناها انت تغادر الترجي الذي تونسي باش تمشي تلعب في الدوزيام ديفيزيون في فرنسا تلعب المراتب الاخيره وانت في الفريق القومي الوطني التونسي. معناها نقطه استفهام بعد ساعات المحيطين بالملاعبيه وبالسورتو باللي ديريجون سيرتان ديريجون اللي ما يلوجوا بلوس الناس هذوما المحيطين لمصلحتهم هما. وشفنا في النادي الشيخ جيت ونحكي عليه خليت اللي اليوم الناس هذوما يلوجوا مصالحهم قبل مصلحه النادي ومصلحه اللاعب. باهي ما دام حكيت على السياسات الفريق كان في ثنيه باهيه مع انيس بوجلبان ما خسر حتى مقابله في صفاقس كان يربح في صفاقس. التبديل اللي ترى فني ظهر لي لحد الان ما فماش نتيجه فيه ولو انه مازال بكري باش نحكموا خاطر ما فماش وقت حتى نتاع خدمه المدرب الجديد. يعطيك الصحة اخوي اسلام. انا باش نعطيك سكوب. هزيت التليفون وقت اللي صارت لي اقاله نتاع انيس بوجلبان وكلمت انيس كانت مكالمه هاتفيه قلت له خويا راهو باش يندموا عليك برشا برشا. من بعد سي تروتار لان انت اليوم صارت اون كاسور لان المحيطين ببعض الله يهديهم الناس اللي لوجوا مصالحهم. نعطيك سكوب اخر اللي اقالته انيس بوجلبان كانوا باش يلقاوها كاكسكيوز بعد مباراه نجم الرياضي الساحلي. انيس بوجلبان يفوز على نجم الرياضي الساحلي على الاكستيريور بالعقد تعمل والمدرب هذا اذا كان من 2006 فييرا ماهوش موجود يلقى روحه اليوم يدرب فريق اسمه نادي الساقسي بعد العمل اللي عمله انيس بوجلبان اللي يظهر لي في العالم اجمع ما صارتش خمسه مباريات. ما نحسبوش المباراه اللي خسرها ضد تساوينا دوميسيل خاطر انيس بوجلبان وقتها يعرف روحه اليوم والملاعبيه زاد كانوا متضامنين مع انيس بوجلبان يعرفوا اللي انيس بوجلبان ماهوش ما عادش باش يكون مدرب وهذاك علاش خسروا ضد تساوينا ما كانوش كونسنتري مع كامل احتراماتي للطريقه خارقة العادة اللي عملها شكري الخطفي ضد النادي الساقسي اللي انا عرف اللي نقطة الضعف نتاع النادي الساقسي سي بلوس بسيكولوجيك كونتر شوز لان لو شونجمون اللاعبية ما كانوش فرحانين به. وقلت له انيس وتنجم تسأله قلت له باش يندموا على الإقالة نتاعك. اليوم اش عملوا النادي الساقسي البارح يزيد يحط لك هيكل كماندية اللي هو اناتر اكسبسيونيل باش يغطيو سيرتين شوز. اليوم لو مالي في النادي الساقسي اليوم نستغرب بالتصرف اللي قاعد يتصرف مع اول حاجه مع اولاده ثاني حاجه مع مدرب اللي قاعد يعمل في نتائج ايجابيه ومحبوب من الملاعبيه ودائما الناس هذوما باش يتحملوا مسؤوليتهم للنتائج اللي جايه هذيا اللي ماهيش باش تكون في مصلحه فريق اسمه نادي الساقسي. مقابله قمه تفادي النزول ولو انه الزوز فرق كالكلوب كالسيابي ظهر لي ما يليقش بهم المركز اللي هو فيه اللي هما فيهم الزوز. انتهت تفوق النادي الافريقي واحد بلاش. منتصر الوحيشي بعد المقابله قال ما كانش هذا افضل المقابله لعبناه. لعبنا مقابلات خير وما فزناش لكن نهاره الماتش لعبنا ماتش اقل وفزنا. انا نستغرب بعد ساعات كي نشوف التخلي على منتصر الوحيشي وهذه انا انترن ثم شكون اللي ما يحبش منتصر الوحيشي كمدرب النادي الافريقي اللي هو لاعب ومحب لنادي الفريق مش لازم نذكر اسمه لان اليوم راهو منتصر الوحيشي سي ان اتو اكسبسيونيل للنادي الافريقي ويعرف هو في مخه منتصر اللي الاداء ماهوش مطلوب اليوم لان اليوم النتائج هي الاهم. الاداء اليوم اي واحد تلعب وتشك في ملاعبيه شاكين في انفسهم في الاداء نتاعهم اليوم ما تنجمش تطلب من الملاعب باش يعمل لك اداء ونتيجه. وشفنا اللي قبل المباراه ب 10 دقائق اصابه عاطف التخيلي الحمد لله يا ربي لقاو حارس مرمى باش احتياطي اصابه حمزه العقربي دونك لا تكتيك اللي معموله بريكونيزي بور سو ماتش لا تغيرت تماما ومنتصر عنده البلون بي وعرف كيفاش تعمل معاه. حاجه اخرى اللي فاجات بتاتر النادي الافريقي كفريق في تسجيل الهدف بعد 4 دقائق خليته اللي يوخروا هما النادي ولا الملاعبيه وخروا من غير معناها من اشاره من منتصر الوحيشي هذه دون ليسبري دي جوار لا بروف. انت وقت اللي وخروا ولا يلعبوا بلوك باب باش يحبوا يلعبوا الكونتر ماهوش من طرف منتصر الوحيشي. وشفنا منتصر خرج زوج مهاجمين اللي هو
الشماخي وباسيرو كومباوري وعوضهم بزوز ملاعبيه. مالوريزمون الملاعبي الزوادي اصاب زاده وبعد خدا مكانه ملاعبي اخر، لكن المهم هي النتيجه. واليوم الاداء يعمل الله، اليوم عندها 4 نقاط بارابور على النادي البنزرتي. اليوم النادي الافريقي يكمل هكا باش يبني باش يحضر السيزون جايه. من تصلحيش لا كومونيكاسيون اللي عنده نتاع مع الملاعبيه كيساسوا كي كان في النادي الافريقي وقت اللي هزوا التيتر عام 2015، سي لا بيرسون كيلفو لوم كيلفو في المكان المناسب اليوم في فريق اسمه النادي الافريقي. اما الناس اللي كانوا يسيروا في النادي الافريقي يحشموا على ارواحهم، لا بروف سيك الهيئه التسييريه على راسها اليوم خونا سامحني انا في الهيئه التسييريه الموجوده اليوم خلات اللي اليوم شوف الملف ثم ملف يوسف العلمي قاعدين يسوي سي يوسف العلمي سامحني خاطر انا في فريمون ايمي بار سيت ايستوار لان النادي الافريقي بالجماهير اللي عنده بالناس المحبين ليه ما كانوش يستغربوا معناها يستناو اشياء كيف هكا. النتائج هذه قبل 61 سنه 61 سنه ما عرفتش نتائج كيف هكا. وشوف حاجه اخرى اللي ظهر النادي الافريقي زاد في الفريق اللي لو ساتور وسام يحيى اللي موجود مع عاطف التخيلي هذوما خلات اللي الملاعبيه هذوما عندهم الشخصيه ويعرفوا كيفاش يعديوا رساله للجوارات الصغار هذوما اللي عندهم يسو اكسبسيونيل او نيفو دي تالون. لكن الظروف اللي قاعدين يلعبوا فيها باش يوريك قوه شخصيه وسام يحيى 2015 كان باش يحب يلعب في النادي الافريقي ما صاشر العقد مع النادي الافريقي، النادي الافريقي يهز التيتر 2015 2016 يرجع للنادي الافريقي من الباب الكبير. وشوف اليوم بقوته الشخصيه الكارير اللي قاعد يعمل فيها هذا مثال يحتذى به. خلات اللي اليوم راهو الهيئه التسييريه يشكروا برشا برشا والجماهير باش تقف معاهم جوسكا لا فان. لو بلوز امبورتون توا تحضر لا فان دو شامبيونان ومن بعد يعمل الله. الاولمبي البلجي في نسخه جديده في لوك جديد مع محمد المكشف ومنير بوقديده يفوز على نجم المتلاوي 1-0 بهدف. ايضا جاك بوسون ديما المهاجم هذا تقريبا لعب في برشا فرق في تونس قاعد ياكد في يقدم في مستويات باهيه معناها. ملاعب القار ثقه اليوم انت كي تحكي على محمد الكشر وبوقديده منير بوقديده معناها سي فريمون دي زيتر اكسبسيونيل وان بلوس فما ريسبي. الناس هذوما ملاعبيه فريمون اكسبسيونيل عملوا كارير اكسبسيونيل ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الفريق نتاعهم. خلات الاولمبي البيجي رجع النتائج الايجابيه شويه استقرار الله يهديكم. شوفوا المدرب توا اليوم عندك مدرب ومساعد مدرب حضروا السيزون الجايه لان السيزون هذه ديجا نتائج ايجابيه فوز 1-0 دونك خلات اليوم الاولمبي البيجي يلزموا يخمم على الاستقرار او نيفو دو لا ديريكسيون تكنيك. اليوم عندك اون ديريكسيون تكنيك كومبيتونت خمم الله يهديكم ويزينا متسرع في التغييرات وكل شيء. 1-1 بين ملعب التونسي مستقبل سليمان. البقلاوه كانت تقريبا في طريق مفتوح للفوز اخر دقيقه. ايمن محمود المدافع الهداف هذا الموسم هذا 6 اهداف ليه يهدي نقطه التعادل في اخر لحظات المقابله لسليمان. هو بعد ساعات مستغرب انا في الاداء نتاع الملعب التونسي لان عنده فريق ما شاء الله شويه استقرار زاد نفس الشيء اللي انا في عام بركه ثم يمكن 5 مدربين. اليوم الملعب التونسي كان عرف كيفاش يتعامل مع المباراه هذه ولو لعب ضد فريق ممتاز اللي يعرف كيفاش يلعب الكره خارج ميدانه. راي الملعب التونسي يوفى الهدف 1-0 وهذايا ماهوش تركيز لان اليوم كي توصل انت ما سجلتش الهدف الثاني لازمك تعرف ما تقبلش هدف التعادل وهذايا ممكن ما نعرفش منين الغلطه اللي لازم واحد لازم يتفرج في المباراه باش يشوف ما فماش تركيز ما فماش تراجع دفاعي ولا ما فماش زاد اللاعب اللي يعرف كيفاش يشد الكره يمسك الكره بور لو روبلاسمون ديفونسيف باش ما تقبلش هدف في الدقائق الاخيره. خلات اللي بيان سور ثم ندموا على الهدف التعادل هذايا والملعب التونسي تبارك الله ما شاء الله في غازي الغريري اليوم شويه استقرار تو سامبلومون لان ديما الملعب التونسي وجماهير الملعب التونسي كيقول لك حاجه يقول لك توس انسومبل توس انسومبل راهي ما تكفيش راهو توس انسومبل مي توس يوني مان دون لا مان لان اليوم ناس قاعده تخدم في خدمه جميله وجميله جدا يعملوا مركز التكوين. تشوف انت النادي الافريقي النجم الساحلي
تشوف قداش من ملاعبي اكثر من 15 ملاعبي سي كلكو شوز ديكسيبسيونيل وصلوا. تشوف الفريق الوطني التونسي اليوم جابوا اربع ملاعبيه اللي لعبوا للشامبيونات دافريك الاخراني ولو خسروا ضد اوغندا. اوغندا صغير فيهم يمكن عمره 35 سنه. دونك نكونوا فيير دو سو باركور في الـ في الـ في الـ الكوب دافريك الاخرانيه ايفنت مع مير الكنزاري. والناس اللي تتكلم معناها علاش ما مشيناش للفينال، يتعاود الماتش 10 مرات ضد اوغندا، اوغندا المشاركه الاولى نتاعها راي الفريق الوطني التونسي بشخص. باهي نكملوا مع المقابله الختاميه. جي اس كان هزمه ضد اليو اس مو واحد بلاش، ظهر لي نجم نقولوا صحيح جي اس كان حاطت ساق كان مش اكثر في الرابطه الثانيه. عندي ثلاثة أسابيع من اللي قلت الكلام هذايا، سي فيني سي تيرميني. كي تشوف أنت الفريق الموجود والأداء الموجود اليوم ما تنجمش. واليوم راهو جي اس كا بسوء حظها معناها تلعب ضد من أحسن الفرق اللي قاعدة تلعب كرة قدم اللي هي الاتحاد المنستيري. دونك جي اس كا سي فيني سي تيرميني دوبوي ديجا 3 سومان أترافير الشيء اللي شفته أنا على الميدان خلات اللي اليوم يحضروا. أما راهو بالمشاكل الموجودة أون انترن راهي ماهيش في مصلحة شباب القيروان، وهذا فريمون قسمة عار. لأن اليوم راهو الناس معناها مختلفين في كل شيء وماهوش هذايا كله في مصلحة شباب القيروان. حاجة أخرى، الناس اللي لعبت في شباب القيروان اليوم ما عندهمش الحق يحكيوا باسم شباب القيروان اللي لعمرهم حاولوا باش يعاونوا فريق اسمه شباب القيروان. باهي، شكون الملاعب شد انتباهك الجولة هذه سي المنشي؟ ديما انا عندي حب خاص لمحمد علي بن رمضان وسام يحيى. الزوز هذا به المدرب اللي تعتبره الافضل الجدول هذه. اليوم موجودين برشا مدربين. انا نقول في الجولة هذه فقط لسعد الدريدي العمل اللي يعمل فيه، لسعد جردة، معين الشعباني ما شاء الله معناها قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة في ظروف صعبة. لان تعرف انت مع الشامبيونز ليج والكوب والاوروب معناها الاخرى الكوب دو لاكاف خليت اللي اليوم راهو سي با فاسيل دو جيري ان جروب كوم سا. لان حاجه بركه غلطه بركه ممكن عملها معين وقت اللي يعمل جيستيون دو جروب ضد فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي. جيستيون دو جروب تصير ضد فريق معناها اللي يلعب على تفادي النزول مش ضد فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي المنجي على تدخلك معنا. مرحبا بك. شكرا سي المنجي بن ابراهيم. ايضا مازال مواصلين في فاير بلاي حتى لما تفهم بعد شويه. مازلنا في استقبال اكثر ضيوف موسيقى ثم راجعين.